الخارجي مع بروموسبور ديما ربح. سبور انفو. صباح النور، مرحبا بكم ناس كل. هذه اخبار الرياضه من راديو مال. يواجه الترجي الرياضي التونسي اليوم اكيد الاربعاء متاع العشيه فريق الوداد البيضاوي المغربي، والاطار كما تعرفوا اياب من نصف نهائي الافريكان فوتبول ليج. من المنتظر انه يسترجع حارس الترجي امان الله ميمش مكانه في حراسه المرمى بعد تعافيه من نزلة البرد اللي منعته من التواجد في مباراة الذهاب ومشاركته البارح في حصة التمارين مع بقية المجموعة، مع عودة محمد أمين بن حميدة ومحمد بن علي إلى التشكيلة الأساسية. من المنتظر المدرب طارق ثابت يكون يعول على التشكيلة هذه. أمان الله الميمش كما قلنا في حراسة المرمى، في الدفاع الرباعي محمد أمين بن حميدة على اليسار، ياسين مرياح ومحمد أمين توغاي في الأكس، وعلى اليمين محمد بن علي، قدامهم في وسط الميدان غيث الوهابي، حسام تقا ويان ساس، وفي الهجوم قدامهم أسامة بوغرة وحسام غشة، وفي خطة رأس حربة رودريغو رودريغيز. نحكيو على المنافس الوداد البيضاوي المغربي. البارح بدا الحملة متاعو من خلال نشر بيان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، وجه من خلاله نداء إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المنظمة المسابقة مسابقة الأفريكان ليج من أجل حماية أنصاره اللي تحولوا إلى تونس لحضور مباراة فريقهم ضد الترجي الرياضي. وقال الوداد في حملته من خلال بيانه أنه تلقى مراسلة من منظمي مسابقة أفريكان فوتبول ليج تطالبوا بحضور جماهير النادي في مباراة العودة ضد الترجي في ملعب حمادي العقربي برادس، وذلك من أجل إنجاح المسابقة وفقا لما ورد في البلاغ. وأضاف الفريق أنه قام بدوره بمراسلة منظمي الدورة صباح الأمس الثلاثاء لمطالبتهم بتأمين مشجعيهم خلال تنقلهم إلى تونس. من جهته عقد مدرب الوداد البيضاوي المغربي عادل الرمزي ندوة صحفية البارح بمناسبة المواجهة، وقال أنه الظهير الأيسر السابق للترجي الياس الشتي باش يكون خارج الحسابات لأسباب صحية، على خلاف زميله الدولي الليبي حمدو الهون اللي يتمكن من اللحاق بالمباراة. وكان الشتي شارك في الوقت البديل من مباراة الذهاب، في حين أنه الهوني غاب عن نفس السبب لأسباب صحية. وتقريبا الشتي من صوروش إن هي الأسباب غيابه 100% صحية، نظرا اللي نجم يقوله فما نوع من الإشكاليات القانونية بطبيعة خاف من دخول تونس. نجح نادي أبها البارح في المرور للدور الثامن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الانتصار في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة على أهلي جدة. وجاء ترشح فريق أبها لدرب تونسي يوسف المناعي بعد انتصاره على مضيفه بهدفين لهدف، وين وقع الكاميروني كارل توكو كامبي الثنائية أبها، في حين سجل هدف أهلي جدة الوحيد الجزائري رياض محرز من ضربة جزاء. المباراة عرفت مشاركة التونسي سعد بقير بشكل أساسي قبل ما يتم تغييره في الدقيقة 70، علما أنه نادي أبها كان أنهى المقابلة منقوص من زوز ملعبية بعد إقصاء كل من زكريا السوداني والغيني فرانسوا كامانو معوض سعد بقير في التشكيلة. بالنسبة لأونس جابر حسب التابلو فينال، مباراتها اليوم باش تكون 11 متاع الليل بطبيعة قدام التشيكية فاندروسوفا. المباراة فاندروسوفا المصنفة سادسا عالميا، تعرف الإطار هو نهائي الهذي متاع السيدات الأحسن 8 سيدات في الترتيب خلال الموسم هذا. أونس كان خسرت المباراة الأولى ضد الأمريكية جوكوف بشوطين لصفر في مردود محير. إن شاء الله العودة وإن شاء الله الدخول في المسابقة هذه تكون الليلة مع أونس جابر. ديما حسب التابلو فينال الوقتي المباراة 11 متاع الليل، وبطبيعة كان فما أي تغيير إن شاء الله نعلمك عليه في نشراتنا القادمة. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء. برومو سبور، نلعب نربح ونربح بلادي مع
مع بروموسبور ديما رابح. برايم تايم.